جاست كويك فيديو تنفرجيكم طبيعه الارض مطرح ما اخر مره مشيت هذه، فتشوفوا قديش اتس وايد وقديش وي نيد بيبل تو سيرش. لا زالت قضية اختفاء الشاب هادي حكيم في نهر كفر حلدة بيت شليلة البترونية تحير الرأي العام. ممكن يكون عايش ما توفى؟ ممكن. تتعدد الروايات وعلامات الاستفهام حول تلك الحادثة، ولكن النتيجة واحدة، هادي أنطوان الحكيم خرج ولم يعد. بليز قد ما فينا نجمع بعض ونجي اليوم، يوم سابع نهار. سبوت شوت زار عائلة هادي في جديدة غزير لمعرفة آخر المعطيات، إلا أنها رفضت لقاءنا كون ابنها غائبا عنها منذ سنوات ولا تعرف عنه شيئا. بس أنا بدي أحكيك بس لقيت. ثم قصدنا منزل ذوير عند شليلة في بيت شليلة، وهي صديقة هادي التي تعيش معه في المنزل نفسه، وموقوفة اليوم بقضية مخدرات، إلا أنه كان مقفلاً بالسلاسل الحديدية. ولمتابعة القضية توجهنا رأساً إلى نهر كفر حلدة حيث وقعت الحادثة. كانوا الثياب هون، هي عشر ساعة شي تسعة ونص، يعني محظوظين مثل ما شفتيهم بالصور، كل وحدة قدام الثانية. هون يعني شوفي وين الثياب، هلا شوفي وين الجسر، كان شيء لحكي الثياب. لكن هيك الجسر هونيك، يعني تلاقي الثياب وين؟ هو وين؟ في مسافة بين انه شكابي بتسيبه وغراضه. مظبوط. في ناس جاي من فوق. أوكي. هو كان هون. هو كان هون قاعد؟ مظبوط. اوكي. هلا هو مثل ما هو قال انه كان نايم على ظهره حتى هيك وبرم. وبرم صوب النهر. شكله ضارب هون. وروح بالنهر ما استرجع الرب. وفي المعلومات التي حصل عليها سبوت شوت أن هادي تدحرج عمدا إلى النهر بعد أن كان يصرخ بشكل هستيري مخيف وهو يضغط على أحشائه عاريا. بالنسبة لنا نحن عم نجد العذاب في النهر. أوكي. نحن ما شفنا ولا شتي مثلا مرق في النهر، لا شب ولا غير شب. حتى في ناس اللي عم تسمع الخبرية وتشوف بروفايل عم بيقولوا ممكن يكون عم بضحي بنفسه لأجل من الكونسبت اللي مفكر فيه. هي تمثيلية عملها ليخفي عن حوله ويغير اسمه. كثرت التحليلات عن مصير هذا الشاب، ولكن في النهاية إن كان هادي متورطا بقضية مخدرات أو من عبادة الشياطين أو متخفيا عمدا أم كان قديسا، فسبعة أيام مرت وهو لا يزال مفقوداً ولا أحد يعلم عنه شيئاً.